استعدادا للسنة الجامعية القادمة، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصب بكثير في ندوة صحفية جاهزية المؤسسات الجامعية لاستيعاب جميع المتحصلين على شهادة البكالوريا لهذه السنة، والبالغ عددهم 66,733 تلميذا، رغم ما وصفه باختلال التوازن بين الشعب في التعليم الثانوي، منبها من خطورة هذه الظاهرة. عدد المتحصلين على شهادة الاقتصاد والتصرف مقارنة مع شعبة الرياضيات ثم خلل كبير ياسر. ثم احنا مش نحكي على اعداد الناجحين، راهو حتى اللي مسجلين في المعاهد، يعني ثم 4 أضعاف واكثر مسجلين في اقتصاد وتصرف اذا كان قارناهم بشعبة الاعلامي، وهذايا يعطينا عدم توازن. والجامعة التونسية حاجتها بالشعب الكل بطبيعة الحال، لكن ماذا بينا يكون أكثر توازن. كما أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد المقاعد الجديدة التي وفرتها الوزارة بالمؤسسات الجامعية تفوق عدد الناجحين في بكالوريا 23,000، داعيا في هذا السياق الطلبة الجدد إلى ضرورة تثبيت المعلومات المدرجة في بطاقات التوجيه الإلكترونية لحسن اختيار الشعبة وتفادي الوقوع في سنة بيضاء. الاختيارات اللي باش يعملهم الطالب ولا الطالبة هي فيها ضوابط. أولا المعدل نتاعه في البكالوريا. الحاجة الثانية لازم ناخذ بعين الاعتبار طاقة الاستيعاب. في الأخر بالكل حنعطيهم 5 أيام باش يعمروا البطاقات نتاعهم، نجم يغير معناتها في الفترة المسموح بها، لكن وقت اللي يتأكد من الاختيارات نتاعه يلزم التثبيت لا فاليداسيون. ما عدا ذلك راهو بالنسبة لمصالح الوزارة، إذا كان ما ثمش تثبيت الاختيارات راهي بطاقة بيضاء، ومع الأسف راهو يخسر الحظوظ نتاعه. كما حث الوزير الطلبة الجدد على المشاركة بكثافة في الأيام الإعلامية حول التوجيه الجامعي التي تنظمها الوزارة بمدينة العلوم من اليوم إلى غاية 22 من جويلية الجارية. الأيام المفتوحة احنا الهدف نتاعها كما قلت لك معناتها ثم جانب اتصالي باستعمال الوسائل الحديثة. يعني علاش خاطر ماهيش الناس كل تنجم تنقل لتونس الكبرى. الحاجه الثانيه الايام هذيا نتاع التوجيه الجامعي راهي كيف نعملوها في الجهات، وكل ما نعملوه على النطاق المركزي كيما الايام الوطنيه هذيا راهو يوصل الى كامل ربوع الوطن عن طريق القناة اليوتيوب وإلا النشريات اللي نعملوها. أما على مستوى الخدمات الجامعية فقد أكد الوزير الاستعداد التام للوزارة لضمان السكن الجامعي للطلبة الراغبين في ذلك. وفيما يتعلق بالأكل الجامعية أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن الوزارة أبقت على تسعيرة الدخول إلى المطاعم المقدرة ب200 مليم، لكنها أصدرت بطاقات إلكترونية تسمح للطالب بصفة مسبقة تسجيل حضوره في المطعم لتناول الغداء.